الملف الاولاني المنتخب، وهل تم تاخرته في تكريم محمد صلاح؟ شفنا زميله في توتنهام لما راح كوريا الجنوبيه سون اللي اخذ معاه هداف الدوري الانجليزي احتفالات في المطار يعني هل اتاخرنا في تكريم صلاح؟ بص يعني وهل التكريم اللي تم ده يعني شايفه طيب مناسب؟ التكريم ايه؟ التكريم ده معنوي ان قد يكون الاتحاد المعني والدوله والجماهير بتقول له متشكرين. محمد صلاح انا بقول لك اهو متشكرين، انت نجم كبير عملت حاجات كتيره جدا، بتاخد من شويه للتانيه شويه هجوم، بس انت لاعب ذكي جدا. محمد صلاح يعني من اذكى اللاعبين اللي انا شفتها، وبيعرف امتى يقول وامتى ما يقولش وما تخافش عليه. وهو نفسه في قعده كده قال انا مش الشخص يعني اللي ممكن يبقى طيب قوي. يعني ده محمد صلاح يعني. فبالتالي هو يعني بسرعه جه، لانه بيجي دي اجازته، فتره اجازته الشخصيه يعني. وجي على الالتزام وبيجي طياره خاصه بسرعه، فيعني ما شفتش ان هو جاي في المطار. فبالتالي تواصلت مع الاستاذ جمال في الحقيقه. قال لي لا ده احنا لازم هنعمل. ودي كانت يعني خلاص يعني اول زياره ليا، هم الاتحاد اختاروا المدير الفني فرحت. يعني برضو بنقول للعيبه مش اكتر يعني، شد حيلكم وخلاص ده انتهى دوري يعني. وفي نفس الوقت يعني قال لا ده محمد صلاح لما يجي ان شاء الله احنا يعني او هو جه هينضم في التدريب، هنعمله التكريم اللائق. وبعدين كلمني قال لي لا احنا نعملها افضل في اليوم الماتش عشان كل الناس تشوف والجماهير تشوف. وهنا التكريم تكريم معنوي. يعني ايه تكريم معنوي؟ احنا يعني محمد صلاح مش هنجيب له مثلا فلوس نقول له هنكرمك بفلوس. ده محمد صلاح مؤسسه اقتصاديه، ربنا يعني يعينه يعني ويديله يعني، لكن لازم بنقوله ده تكريم الدولة. عشان كده احنا مثلا كدولة عندنا اكبر مصنع للمستنسخات اللي بنعتز بيها الفرعونية اللي موجودة. لما بيجي لنا ضيف عزيز بديله ده وزراء ولا اخر. ودي بارقام كتيره مش زي السوشيال ده ب 27 جنيه والله ده بالافات يعني. فجبنا له الحاجه اللي بنديها للاعزاء عندنا، لكن هو قال لك حاجه مقلده واصلها قلدوه مش عارف كان ما هو ده مستنسخات بنعملها، لان مش هنجيب حاجه فرعونيه لان دي اثار، لكن ليها شهاده عشان لما يطلع بيها يعني. ليها شهاده يعني. فبالتالي احنا لازم نقول له ده تكريم معنوي ومتشكرين. اتحاد الكوره شايف ان هو يجيب له حاجه كريستال فيها صوره محمد صلاح، ده كله تكريم معنوي. زميله الكوري في المطار ادوا له درع وقابله، واحنا عملنا ده في خلاص كيس از انف يعني. من اللي كتب يعني احنا كنا بنناقش حاجه في عاملين منحه ناصر شباب العالم كله، بنناقش السوشيال ميديا والى اخره، كان في مصطلح احد يعني او يعني الموجودين قال بقى في المواطن الصحفي. المواطن الصحفي اللي هو شايف ان السوشيال مفتوحه بيكتب، ولازم ناخد بالراي والراي، لكن كرمناه بما يعني عندنا يكتب. بطوله افريقيا لكره اليد الشهر الجاي على طول، مصر تستضيف هذه البطوله الكبيره. الكابتن الدكتور حسن مصطفى وهو موجود في الحقيقه اتكلم وقال رئيس الاتحاد الدولي لليد قال احنا عندنا بطوله افريقيا، ويعني كانت المفروض تقام في مكان احنا كنا هنقدم على 2024 عشان دي المؤهله بطوله افريقيا. فالمهم الاتحاد المصري الدكتور محمد الامين